دعونا ننتقل إلى ضيفنا سيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. مرحبا بك سيد رائد. نتحدث عن نتفليكس وأيضا عن جوجل. هناك قضايا أو رفع دعوى قضائية في وزارة العدل الأمريكية. هذه الأخبار إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر على الأسواق الأمريكية؟ وهو تأتي الأهمية كما شاهدنا، يعني الأسهم التكنولوجية كانت هي المحرك الرئيسي للأسواق الأمريكية خلال الفترة القليلة الماضية. بالتأكيد هي المحرك الرئيسي، وهي ذات التقلب الأكبر والأبرز في الأسواق. صحيح. وكانت جاذبة للسيولة بشكل كبير ولرغبة المخاطرة. حقيقة بيانات نتفليكس اليوم يعني صحيح لم توافق التوقعات أو كانت أقل من التوقعات بكثير، ولكن التوقعات كانت يعني مبالغ بها بشكل كبير، نتيجة أنه من المتوقع كان أن يكون هناك استمرارية في إضافة أعداد كبيرة. باختلاف أرباع أضافت نتفليكس 15 مليون 10 مليون مشترك جديد، وكانت التوقعات ب 3.5 مليون لهذا الربع، لكنهم أضافوا فقط 2.2 مليون مشترك. هل ذلك يعني سيئا؟ لا أعتقد ذلك أبدا، وإنما من المتوقع أن يكون هناك نظرة إلى أنه يوجد تراجع، ولكن لا يزال هناك مزيد من المشتركين في نتفليكس. نقطة مهمة جدا، وهي أنه التوقعات الربحية السهم متراجعة، أو الربحية التي كالقراءة الفعلية متراجعة بالمقارنة مع التوقعات. أيضا هذا أمر طبيعي. يوجد هناك فقاعة إذا لاحظنا إلى جوجل ولا تسلا على سبيل المثال، التي أيضا ننتظر بياناتها. ممكن أنه أعتقد تظهر أسعار السهم أنه متضخم بشكل كبير جدا. من المتوقع أن يؤثر ذلك على القيمة السوقية، بعيدة جدا عن القيمة الدفترية، وهذا شيء طبيعي. ولكن أن يكون هناك أيضا الربحية المرتبطة بالسهم بعيدة جدا عن التوقعات، أعتقد هذا سيسبب في الفترة القادمة ضغوط كبيرة. ما يحرك أسواق الأسهم الآن هي ارتباطات أكثر بحزم تحفيز، هي قرارات متخذة قد تغير بشكل كبير بتوجه المستثمرين بالفترة القادمة، ولكن ذلك لا يعني أبدا أن هذه الارتفاعات مستدامة. بالتالي ذلك يثير قلق أكبر في الفترة القادمة، سواء كان تمرير ترامب مرة أخرى كفترة رئاسية جديدة أو بايدن. كلاهما يتحدث عن حزمة التحفيز، كلاهما سوف يكون لديه حزمة تحفيز مؤثرة في الأسواق. وأعتقد بعد أن تهدأ هذه الأمور وتهدأ تأثير الحزمة التحفيزية، سنلاحظ الفجوة التي تخلقها الأسعار السوقية للأسهم التكنولوجيا بالمقارنة مع قراءتها الدفترية أو القراءة العادلة للأسهم. طيب خليني يعني أنتقل من هذه الزاوية. موضوع حزام التحفيز والأمال إنها تكون بنفس المستوى ولنفس القطاعات، دعمها، تأثيرها على الدولار، على الذهب، الملاذات الآمنة، كيف تقرأه سيد رائد؟ يعني مهم جدا الفترة التي نمر بها حاليا. أعتقد اليوم ويوم غد والقرار المرتبط بأن يكون هناك تمرير للتحفيز. إذا كان فعلا خطة ترامب تهدف إلى أن يكون هناك حزمة أكبر من التي تم طرحها من قبل وزير الخزانة عند 1.8 تريليون، والحديث يدور حول أن يكون 3.5 تريليون، وهي أرقام كبيرة بالمقارنة مع ما تقدمت به يعني نانسي بيلوسي بما أنه يكون هناك 2.2 تريليون. هذه الأرقام التي نتحدث عنها إذا ما تم تحقيقها قبل الانتخابات فسوف تكون ذات تأثير كبير جدا على الأسواق، لأنه يعني تفتح المجال لمزيد من التحفيزات في الفترة القادمة إذا تم تمرير هذه الحزمة. بالتالي الأسواق يعني تتوق للتأكيدات المرتبطة بحزمة التحفيز، وهي بحاجة لحزمة التحفيز حتى لا يكون هناك انهيارات في أسواق الأسهم الأمريكية بنتيجة أن عدم الاتفاق، أو أن يكون هناك نجاح لترامب بفرصة جديدة أو بدورة جديدة، ولكن مع ذلك الإبقاء على حزمة التحفيزية أضعف مما هو متوقع، علما أن بيانات اقتصاد جزئي تظهر أنه هناك حاجة لحزم التحفيز. بالنسبة للذهب أعتقد هناك عوامل أكثر من حزمة
أزمة التحفيز بلا شك. أزمة التحفيز مؤثر رئيسي على أسعار الذهب إذا تم إقرارها سوف يكون هناك ارتفاعات في أسعار الذهب واختراق مستويات 1940 دولار للأونصة قد يفتح مجال لمزيد من الارتفاعات. نعم. لكن بنظرة أخرى جميع السياسات التحفيزية لا تزال قائمة لدى مجمل البنوك المركزية حول العالم وذلك يشجع مزيد من الارتفاعات. صحيح رائد. نذهب إلى النفط سيد رائد. هناك العديد أيضا من العوامل كان من ضمنها طبعا تقرير معهد البترول الأمريكي والذي أشار إلى ارتفاع المخزون بأكثر من التوقعات وبشكل ملموس، هذا إضافة بالرغم من تطمينات أيضا لجنة أوبيك بلس ربما بدعم الأسواق في ظل توقعات استمرار انخفاض الطلب العالمي على أسعار النفط. ما هي التوقعات لو سمحت؟ حقيقة النفط يرتبط بنقطة أساسية، إذا ما تم تمرير مزيد من الإنتاج مع استقرار الشروط التي تعيش فيها الأسواق حاليا كما أعلنت أوبك بلس مع بداية العام القادم أعتقد ذلك سوف يكون سلبي وبشكل كبير على أسعار النفط وممكن أن يدفعها نحو مستويات 36-35 دولار للبرميل. وقد نشهد سيناريوهات أكثر سوءا إذا لم يكن هناك تحرك من قبل أوبك بلس لتدارك هذا الأمر، وأعتقد يعني هذه هي توقعات، ولكن إذا كان هناك نوع من الاستمرار والاستقرار في الظروف التي يتشهد الأسواق من تراجع في الطلب وتزايد في حالات الإصابة بكورونا واستمرار الموجة الثانية وتأثيرات الإغلاق في مستواها الثالث على بعض الدول في أوروبا، أعتقد ذلك سوف يكون له سلبي كبير على أسعار النفط وسوف يدفع أوبك بلس والمنتجين النفط إجمالا إلى التمسك بتخفيضات وقد يمكن تقديم مزيد من التخفيضات في الفترة القادمة وسيحقق استقرار النفط عند الأسعار الحالية بفارق دولار إلى دولار ونصف. نعم، شكرا جزيلا لك رائد القدر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب.